من المشتكي ومن المشتكى عليه؟ أنا يا سيادة القاضي المشتكي. وأنا المشتكى عليه. تفضل. زادك الله فضلا. هذا يا سيد القاضي كان عنده كلب بعيد عنك، وهذا الكلب لما مات راح دفنه في مقابر المسلمين. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. ماذا قلت؟ أي أسأل يا سيد القاضي، أدفنت الكلب في مقابر المسلمين؟ آه دفنته. قبح الله وجهك، ثكلتك أمك. ليش يا سيادة القاضي؟ الكلب تدفنه في مقابر المسلمين يا هذا. كلبي هذا، كلبي هذا الكلب. وإن كان كلبك كيف لك أن تدفنه في مقابر المسلمين؟ استنى أقول لك شو القصة. أنت يا سيادة القاضي قول. حشحشته بدي حش قول. عم تخيل، هذا الكلب لما مات قبل ما يموت الله يرحمه بعز علي، الله يخلي لك أولادك زي ابني. هذا الكلب قبل ما يموت وصاني انه ادفنه في المقبرة اللي جنبنا عشان نضل انا وياه جيران. اتهزأ بنا يا هذا؟ لا حب الله، اقسم بالله ما بهزأ فيك يا سيادة القاضي. بس هدي 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 اقول لك شو كمان وصاني. هدي هدي عشان اقول لك شو كمان وصاني. كمان وصاك الكلب؟ اه وصاني كمان وصية. الكلب قبل ما يموت من ضمن وصياته اللي وصاني اياهم وصاني اعطي سيادة القاضي 1000 دينار. أعطى سيادة القاضي 1000 دينار. وصاني الكلب إنه أعطي سيادة القاضي 1000 دينار. وصاك سيادة القاضي. رحم الله الكلب الفقير. بعد الاطلاع على القضية تبين أن هذا الكلب الذي دفن في المقبرة هو من سلالة كلب أهل الكهف. يا سيدي القاضي، وإلى هذا الحد فقد تمت براءة هذا المتهم ورفعت القضية. بس كلمة يا سيدي. وقد رفعت القضية. بس كلمة. عد انتوا يا من هون. يحيى العدل. يلا شوف. خليك قاعد انت. في مشاورات بيني وبينك. يحيى العدل يا سيدي القاضي، يحيى العدل. رحم الله فقيدكم. ماذا الكلب؟ رحم الله فقيدكم. لله ما أعطى ولله ما أخذ. الكلب وصاك عشوه 1000 دينار إلى. مش أكثر يعني.